السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل الملاح وبصحة وبخير وعافية. الوصفة تاع اليوم هي وصفة طبيعية، وصفة ناجحة، وصفة يعني رائعة جدا، لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي. يعني هذه الوصفة راح نشرح لكم في هذا الفيديو طريقة الاستعمال، مكوناتها السهلة والبسيطة والمفيدة جدا للشعر تاعنا، ترطيب، تلميع، العناية بالشعر، يعني الحفاظ على صحة الشعر. ولكن البنات هنايا هاد الوصفة يعني وصفة يعني ماهيش طبيعية، يعني 100% يوجد فيها مكون واحد فقط، يعني ماهوش طبيعي، ولكن هاد المكون راح يساعدنا فقط على يعني باش تخرج لنا الصبغة تاعنا فقط، ولكن ما راحش يأثر على الشعر تاعنا ولا على صحة الشعر بالنسبة للمكونات اللي موجودة يعني في هذه الوصفة تاعنا. ولكن قبل ما نبداو في الوصفة نتمنى كل واحد خلى عندي جديد للقناة ما تنساوش تشتركوا القناة، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم جديد أم جنان. أول مكون في الوصفة واللي هو البيض، راح نستعمل بيضة واحدة، راح نفصل البيض عن الصفار، وراح نستعمل الصفار فقط لأن الصفار يعني راح يحتوي على بروتينات وكذلك مفيد جدا للشعر، وكذلك يعني الصفار راح يساعدنا على يعني حصول على اللون اللي الأشقر الذهبي بالإضافة إلى المكونات اللي راح نضيفه له، يعني هو راح يساعد كذلك. حنا راح نضيفه وكذلك الترطيب وينمي الشعر تاعنا، يعمل على يعني نمو الشعر وزيادة يعني النعومة تاع الشعر تاعنا. راح نضيف صفار واحد ونخلطه جيدا يعني حتى تحصلوا على كريمة، يعني هكذا على شكل كريمي. يعني يجب يعني نخلطوه البيض قبل ما نديرو المكونات الباقية. هذه هي المكون الأول. بالنسبة للمكون الثاني يعني كذلك مفيد، هذا المكون الثاني لصبغ الشعر، مفيد جدا لإعطاء اللون الأشقر الذهبي. صح أنه يعني هذا المكون هو يعني يعطيك جفاف للشعر واللي هو الكركم، ولكن بالنسبة يعني المكونات اللي رانا يعني دايرينها في هذه الوصفة هي اللي راح ترجع لك ترطيب الشعر وراح تعطيك زيادة في ترطيب الشعر. هنا راح نديرو الكركم، يعني الكركم عادي تاع الطبخ، نديرو ملعقتين تكون مملوءة جيدا من الكركم. بالنسبة للناس اللي الشعر تاعها غاسر ولا اللي الشعر تاعها طويل تقدر تدير يعني 4 ملاعق وبيضة، يعني ضعفوا المقادير ككل في الوصفة تاعنا. ثم نقوم كذلك يعني لازم نخلطه هنايا، هكذا يعني نخلطه جيدا، لازم كان ندخلوا هذاك الكركم في البيض كما راكم تشوفوا. يعني لازم تطبيق الوصفة يعني بخطواتها باش تنجح معك كما راكم تشوفوا. نرجعوا للمكون الثالث واللي هو يعني زيت الزيتون، لان زيت الزيتون هو اللي راح يحافظ لنا، هو اللي راح يمنع الكركم يعني تجفيف الشعر، يعني ما يخليش الشعر جاف، وهو كذلك اللي حيعطينا يعني النعومة للشعر والترطيب. راح نديرو ملعقتين من زيت الزيتون، نديرو ملعقتين من زيت الزيتون، يعني حاولوا انه يكون زيت الزيتون البكر باش يعطيكم نتيجة يعني رائعة جدا، ومكانش كيما زيت الزيتون للشعر تاعنا، خاصة يعني كي تستعمليه في وصفة يعني طبيعية. راح نضيف كذلك المكون الرابع واللي هو مكون راح يفيدنا بزاف واللي هو النسكافي. نسكافي كذلك تعطينا اللون للشعر وتقدر تلون الشعر تاعنا، خاصة يعني إلا مستعملناش يعني قهوة العادية، القهوة هذه سريعة الذوبان راح تكون يعني أحسن من القهوة العادية لأنها راح تذوب بالخف وتعطينا كذلك نتيجة رائعة أحسن من القهوة العادية. والقهوة كذلك عندها يعني فوائد للشعر في الترطيب والتنعيم، وكذلك بالإضافة إلى هذا راح تعطينا اللون، يعني تعطينا اللون بالإضافة للكركم راح تعطينا اللون الأشقر الذهبي، راح تساعد الكركم على يعني الوصول إلى اللون اللي راكي حبته اللي هو الأشقر الذهبي. راح نضيف ملعقتين من أو كيسين من
القهوة سريعة الذوبان، غنضيف الكيس الثاني كذلك، ولازم هنا كذلك يعني نخلطه، يعني لازم خلط هاد المكونات قبل المرور إلى المكون الخامس. هنا نقومو بالخلط جيدا حتى ندخلو كامل هذيك القهوة في الزيت والكركم تاعنا كما راكم تشوفوا. هنايا راح نضيف المكون يعني الخامس واللي هو العسل. العسل هنا علاه ضفناه؟ راح نضيفه يعني ملعقة فقط. علاه ضفناه؟ ضفناه لأنه يعطي حيوية للشعر ويرطب الشعر يعني بدرجة ما تصوروهاش، وكذلك هو يلمع يعني يعمل على تلميع الشعر، يعني عنده فوائد كثيرة. راح نديرو ملعقة واحدة فقط من العسل العادي يعني اللي تستعمليه للحلويات، هكذا راح نديرو ملعقة واحدة صغيرة. وبالنسبة للناس اللي حابة يعني تكون الوصفة يعني يعني لحساب الشعر تاعها ضعف مكونات. أما بالنسبة للمكون السادس واللي هو الشامبوان، وتقدري تستعملي أبخي شامبوان، واستعملي الشامبوان الخاص بالشعر تاعك يعني اللي تقدري انتي ديريه لشعرك. راح نديرو ملعقتين صغيرة كذلك، ونقوم بخلط جميع المكونات. يعني شوف كيف أصبح خلط يعني بعد ما كان ناشف الشامبو اللي راح نخليه لنا يعني جاري، ونقدروا نتحكموا فيه ونستعملوه يعني في الشعر تاعنا. وكذلك يعني الشامبو اللي يجي على شعرك راح يعطي يعني يحافظ لك على الشعر تاعك ويعطي تلميع للشعر. ثم نقوم بخلط جميع المكونات يعني جيدا. هذه هنا لحد الان يعني الوصفه راهي طبيعيه 100%. يعني هنايا يعني بعد ما نزيدوا عليها، قبل ما نزيدو عفوا المكون السابع اللي راح يساعدنا بزاف على الوصول للون اللي راكي حباته، يعني بدونه ما راحش تخرج لك اللون شقر ذهبي، وهو يعني ماهوش مكون طبيعي، واللي هو يعني الاكسجين الكريمي ولا كريمه المؤكسده الخاصه يعني بالصبغه. تروحي عند يعني كوزميتيك تقول له عطيني كريمه مؤكسده عادي، ولا لوكسيدو كما نقولوا حنا في الجزائر نقول لها اوكسيدو. راح نضيفو يعني منه ملعقتين، يعني راح يساعدنا بزاف. بالنسبه للفوليوم تاعه هذا فوليوم 30، فوليوم 30 اللي استعملته انا. يعني نتوما تقدروا يعني تغيروا الفوليوم على حساب يعني الشعر تاعك. كاين اللي الشعر تاعها ما يخرج فيه الصبغه يعني بالخف، ماشي صبغه طبيعيه، عاد الصبغه يعني الكيميائيه وما تخرجش فيه بالخف. راح نديروا ملعقتين من الكريمه المؤكسده او لوكسيدون او لوكسيجين كريمي، هادو كاع اسماء ليه على حساب يعني تغير اللهجات والبلدان. هنايا راح نخلطو جيدا. يعني شوفوا هذه القهوه راهي ذابت كاع بعد ما ضفنا المكونات المتبقيه. يعني هذه هي الوصفه البنات الحقيقيه، يعني وصفه حقيقيه ورائعه جدا، وراح تخرج لك يعني النتيجه 100% هذه الوصفه، وراح تعطيك يعني نتيجه رائعه جدا. هذه هي الوصفة تاعنا، يعني وصفة أصبحت جاهزة للإستعمال. بالنسبة لطريقة الإستعمال، هنايا راح نستعملوا الوصفة هذه يعني كهي كيو أي وصفة يعني أو أي صبغة تستعملينها الشعر تاعك. راح تسرحي الشعر تاعك جيدا، لأن الشعر يعني باش تخرج فيه الوصفة لازم يكون مسرح مليح، يعني ما يكونش مخبل، مشطيه بالمشط ولا حتى أنك تقدري تمشطيه بالسيشوار، ولكن يعني ما يكونش كذلك مغسول، يعني يكون شوية يعني مسخ حتى أنه يكون في عنده يومين ما تغسلش ولا، باش تخرج الوصفة تاعك من أحسن أنه ما يكونش نقي ويكون مصفف يعني مصفف جيدا. يعني لازم تمشطيه جيدا، وبقاي ديري يعني الطبقة الأولى الطبقة الثانية حتى توصلي يعني للأمام. استعمال بانس ولا اليد تاعك ولا يعني هاد الوصفة يعني ما راحش تضر لك ولا تصبغ لك في يديك، وصفة هايلة بزاف. من بعد كي تكملي يعني كامل الشعر تاعك، يستحسن أنك تمشطيه يعني بمشط يكون عريض، يعني المسافة بين المشط العين والخطا يكونوا عراض شوية، ومشطيه يعني مشطيه باش توصل هذه الصبغة لكل أنحاء الشعر تاعك. ومن يعني غطيه بكيس بلاستيكي وخليه فقط لمدة ساعة، يعني مش 4 ساعات ومش 5 ساعات، مدة ساعة للشعر تاعها يعني كيما نقولوا الصبغة تخرج فيها بالخف. مدة ساعة راح تعطيك
النتيجة اللي كيحبتها. ولكن هذه الوصفة البنات ننصحكم اللي يعني فيها دايرة الشعر تاعها ليماش، واللي الشعر تاعها يعني نوار كومبو، هادو الاثنين يعني الاسود الغامق اللي هو الأ اللي دارت لها الاسود الغامق، يعني ننصحها انها ما تستعملش هذه الصبغه لانها ما راحش تخرج لها. وكذلك اللي دايره ليماش يعني في هذه الحالتين راح تخسر لكم الوصفه. هذه هي الوصفه تاعنا البنات، ان شاء الله يعني غير تجربوها وان شاء الله تنجح لكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.